ركاب الاسماعيليه قايم باذن الله بعد نص ساعه برصيف 3279 ركاب يقف بجميع المحطات الاسماعيليه. أنا بذيع بإذاعة تلقائية بلغة القرآن الكريم لإرشاد الراكب بأسلوب بسيط لركوب الركاب وقطار الذي يقصده للوصول لمحطة وصوله، وهذه لغة القرآن الكريم. ويقال علي إن أني لغة الإذاعة لغة بسيطة وجميلة ويرتاح بها قلوب الناس وتصغى بها أذان الناس وكافة الركاب، ودي شهادة من شهادة كافة الركاب إن أنا صوتي مميز. لكن أنا لا أحكم على نفسي بأنني صوت مميز وليس مميز أو غير ذلك، لأن الصوت الذي أعمل به ده صوت القرآن الكريم بمقاماته بإظهاره بإخفائه بإقلابه بهمسه بمسه ردود الافعال. احمد ربنا واشكر فضله، مفيش راكب اساء ليا بالصوت، لكن جميع الركاب يتمنوا رؤيتي والله اعلم.